البيت اللي يقرأ فيه القرآن الله تعالى ينزل عليه اربع فوائد. الفائدة الاولى يتسع لأهله. يتسع لأهله، يعني واحد ساكن في الطين لما يقرأ القرآن هيبقوا اربعة؟ لا، مش هي المسألة كده. طب ما فيه واحد ومراته ساكنين في فيلا اربع اوض وست اوض ومش طايقين المعيشة، وطول النهار ينقروا في بعض زي الديوك لما ينقروا بعض مش طايقين المعيشة، يقول لك انا زهقان، انا شاعر بالكلمة اللي طالعين فيها الناس النهاردة، شاعر باكتئاب، انا عايز طبيب نفساني. نفساني هيعمل لك ايه؟ نفساني ده لا يملك علاج النفس الا الله. روح لطبيب نفساني هيقول لك انت متجوز ولا لا؟ يقول له لا مش متجوز. يقول له طيب شوف لك جو. جاءت الطبيب النفساني قال له امال نعالج نفسنا نفسيا ازاي؟ قال لك الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ما توحد يا حبيبي ولا اله الا الله. يبقى معنى المنزل اللي يقرا في القران يتسع لاهله، حتى لو كانت اوضه واحده فيها خمسه سته سبعه، ربنا هيرزقهم الطمانينه بحيث يشعروا انهم يعيشون في جنه عرضها السماوات والارض، كلهم متحبين. ده انا هقول لك شيء، دي المساله دي اصلا ده مش مساله غريبه، دي مساله مجربه.